ومع بعض نبدأ نفرزن. أكيد بعضكم بدأ وفرزن وبعضكم لسه. عموما راح أصلح معاكم إن شاء الله سلسلة من المفرزنات راح تعجبكم. في شيء كررناه وعدناه بس ما عليه، في الإعادة إفادة، وفي شيء جديد. وصفة اليوم اسمها داتش ميت بول، اللي هي كرات اللحم الهولندية بالجبنة. في ناس يسوونها بدون جبنة، في ناس يسوونها بالجبنة. مرة سهلة والطعم خرافي ولذيذ. وراح تكون وصفتي برعاية السبع بهارات من مجموعة بهارات التوليفة. مكونات الوصفة مرة سهلة. لحمة مفرومة يفضل تكون عجل وفيها نسبة من الشحم، بصلة، شوي بقدونس، طبعا جبن موزاريلا اختياري، دائما انا افضل البلوك اذا كنت بستخدمه في الحشو. عندي شوي حليب، وعندي مرق دجاج او مرق لحم او مرق خضار اللي تحبونه، دقيق وزبدة وملح وفلفل اسود. اول خطوة راح نضيف الزبدة. اضيف الدقيق بالتدريج واقلب. طبعا الحرارة خليتها وسط. طبعا التميلة انا مسويتها قليلة، يعني ممكن تسوي لكم حال ممكن 24، ممكن حولها. طبعا انت تحمسين لحد ما تحسين كذا تشمين ريحة الطحين، شمين ريحته كذا مرة حلوة. ابدي اضافة المرقة بالتدريج. بسم الله ونحرك. وكل ما شرب راح تضيفين. بوريكم القوام بعد شوي. طبعا الباقي راح اكمله بالحليب. ممكن بس تضيفين المرقة، ما تضيفين حليب، بس بالحليب يطلع طعمها مرة ألذ. راح اضيف الحليب، يعني يعطيكم قوام بشاميل بس يعني يكون ستيكي، يعني عرفتوا تحسين كذا مطاطي يعني. فأحرك لين أحصل على القوام المطلوب. خليني أضيفه وتشوفون القوام معاي بعد شوي. حطيت بنات آخر دفعة وأحرك تقريبا هذا القوام المطلوب. بعلمكم إيش راح أسوي، بس أنتظر شوي يتشرب السائل. نضيف البصل ونضيف اللحمة المفرومة ونضيف كل شيء، يعني البقدونس من مجموعة التوليفة. راح أضيف السبع بهارات. طبعا هم يضيفون بس جوزة الطيب وفلفل أسود، فأنا بضيف السبع بهارات لأن حسيت نكهتها أنسب. وهذا الفلفل الأسود. والملح. طبعا اكيد راح نطقطق اللحمه المفرومه مع البصل مع كل شيء، نخليه يختلط مع بعض لين يستوي. كل شيء راح يستوي مع بعض مع خليط هذا اللي يشبه البشاميل، عرفتوا؟ فخليه حد ما يستوي. خليني اطقطقها وارجع. شوفوا يا جماعه زي كذا، عرفتوا؟ بتظلين تقلبين فيها. طبعا هذه الحراره الحين شوي شوي بزيدها لحد ما يستوي اللحم، يستوي البصل، تمتزج كل المكونات. بعدين اعلمكم ايش راح اسوي. ما تسوينها على طول، صدقوني انها لذيذه وجديده ولذيذه لذيذه، تعتمدونها. البصل يا جماعة هذا منظرها، شايفين هذا منظرها؟ اللحم مستوي، البصل مستوي، كل شيء مستوي، تمام؟ هذا منظرها. بنحطها بتبروير، وضروري تخلونها بالثلاجة أقل شيء 3 ساعات. ممكن تسوينها تخلينها ليلة، وبعد الليلة أعلمكم إيش نسوي فيها. بنات حطيتها بتبروير، تمام؟ ضروري تدخل الثلاجة، بس بسنعها كذا شوي بس عشان أرتبها. ضروري تدخل الثلاجة عشان نقدر نكورها ونحشيها وكذا. بكملها انا صراحة، ما بخليها 3 ساعات، بخليها ليلة. بكرة ان شاء الله اكملها معاكم. بس شوفوا ايش راح اسوي. بحط عليها نايلون عشان ما تجمع موية، عرفتوا؟ فبحط عليها نايلون، او ممكن تنتظرونها تبرد براحتكم. بعدين بغطيها وادخلها كذا يلامس السطح، وادخلها الثلاجة. نشوفكم بعدين. قلت لكم خلوه 3 ساعات، انا خليتها يوم كامل.
فهذا هو علشان يسهل عليكي تشكيله. هنا عندك اختياري جبن موزاريلا، زي ما قلت لكم احبه يكون بلوك. تعالوا نحضره مع بعض. اما تاخذين الكرات اذا انت بتقيسينها بيدك او باستخدام سكوب الايس كريم. ناخذ بهذا الشكل عشان تطلع الكرات كلها متساوية، عرفتوا كذا. بعد كذا بنات زي ما قلت لكم اختياري تحطون الجبنة وتقفلونها زي ما انتوا شايفين كذا. نقفلها تكون كراتنا جاهزة، نسوي الكمية كلها بنفس الحجم. الكمية اللي صلحتها سوت لي 30 قطعة زي هذه. اللي راح نسوي راح ناخذ الكرة ونغمسها بالدقيق زي ما انتم شايفين. بعد كذا راح انفضها شوي بس من الدقيق، وعلى طول اروح احطها في خليط من البيض والحليب. نغمسها مرة مضبوط، بعد كذا راح اشيلها ونحطها في خليط البقسماط. وهذه بعد ما حطيتها في خليط البقسماط بهذا الشكل. هنا يا جماعة خلاص سويناه كله، كملنا زي ما قلت لكم 30 قطعة في كم قطعة ما كفاها الصحن. الآن تقدرين تحطينه بهذا الشكل، وبعدين أول ما تحطينه بالفريزر بعدين تشيلينه وتحطينه في أكياس أو في علبة زي ما أنت حابة، أو تقلينه على طول. تطلعينه مباشرة يعني تطلعينه وتخلينه كذا 10 دقائق ربع ساعة بعدين تبدين تقلينه. حمني الزيت وابدي حطي قطع الداتش ميت بول، كرات الهولندية، كرات اللحم بالبشاميل، اللي ودكم تسمونها. بسم الله النزلة. طبعا لسه يحتاج بعد نرجع. ما شاء الله تبارك الله اللون اللي حنا نبيه. شوفوا ما شاء الله تبارك الله خلصناهم. بحط طبعا هي توكل مع الهاني ماسترد، وانا حطيت معاها صوص ثاني برضو عيالي يحبونه. كل الصوصات هذه جاهزة صراحة بهذا الشكل. للزينة حابة اني بس ازينها شوي تعطي منظر مرة حلو بالبقدونس. شوفوا هنا ما شاء الله تبارك الله، شايفين؟ طبعا هو غمسها بالصوص، الصوص زي ما قلت لكم الألذ معاها الوصفة هذه أصلا الهاني ماسترد، بس أنا حطيت صوص خاص بالبرجر يحبونها. شلون؟ سمعهم ورهم هنا يقول لكم خرافية، يعني سوينها برمضان يفرزنون؟ كل يوم مو كل يوم. فرزنا حنا، سويت جزء الحين قليته والباقي حطيته بالفريزر. خلاص سووها يا جماعة، خيال خيال خيال، حيل بتعجبكم. شوفوا مطة الجبنة يا جماعة. خذوا ولدكم عني، ضفوا ولدكم، مو مخليني أعرف أصور، مو مخليني أعرف أصور يا جماعة. خذوا ولدكم ما نبي ريحة رمضان. لا والله ما نستغني ريحة رمضان. تعال وائل، تعال بوك حبيبي. يا جماعة جنن، شي خرافي مجنون. شوفوا قعدنا عليها مش اي ولا زي. يلا ابيكم كلكم تسوونها وتفرزنونها، مرة سهلة ولذيذة. الحبة اليتيمة اللي بقت قلت لهم خشوها لبوكم، وشكله يعني تأخر كيف راح نصيبه. لازم نخش له، سمعت يقول لكم لازم نخش له. ايش رايك؟ اقول لكم ضفوا عيالكم عني يا متابعين، ضفوا عيالكم عني. ها مازن يقول لكم اللي بيسوونها في رمضان تعتمد رمضان غير رمضان، يقول لكم رمضان وغير رمضان اعتمدوا وصفات امه، صح؟ صحيح.